نحن أمام حدث ثقافي كبير، حدث ثقافي بامتياز، من أهم المعارض الدولية بالنظر إلى رصيده الثقافي المعروض، وكذلك بالنظر إلى المساحة اللي غادي تكون فضاء للنقاش. أكثر من 45 دولة، أكثر من 300 باحث، أكثر من 700 عارض، وهذا في حد ذاته من المكتسبات الأساسية ديال هذا المعرض اللي هو حدث ثقافي بامتياز. الثقافتين متصلين من قرون وقرون. جزء كبير من الثقافة المصرية قام على التحركات اللي كانت بتتم من المغرب لمصر في طريق الحج وإقامة الكثيرين من المغاربة في مصر، وبالتالي فإنه المكون الثقافي المغربي في الثقافة المصرية له دور كبير. الثقافة المصرية في وقت من الأوقات كانت في القرن العشرين كانت ليها دور كبير في الثقافة العربية، كانت هي المؤثرة في الوجدان العربي وفي الثقافة العربية. اليوم يعني وجودنا في هذا المعرض بيؤكد هذا الدور، إنما بيؤكد الأهم إنه لابد من التعاون الثقافي ما بين مصر والمغرب، دولتين كبيرتين مؤثرتين في بينهم روابط ثقافية كبيرة. فأعتقد أنه وجودنا في هذا المعرض بالتأكيد أنه هيكون له دور كبير في تدعيم هذه العلاقات الثقافية. العلاقات الثقافية هي أحد المؤثرات الرئيسية في العلاقات السياسية والعلاقات بين الشعوب، وده الأهم، وخاصة أن احنا شعوب عربية بتجمعنا لغة واحدة ودين واحد وطموحات واحدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.